يا حي ويا سهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مسابقة شهر الغفران. واليوم في مسابقتنا لهذا اليوم معانا أسئلة جديدة، وأيضا الفقرة اللي تعودتموها دائما في نهاية كل حلقة اللي هي سؤال الجمهور. في البداية خلينا نتعرف عن سؤال الجمهور لحلقة يوم أمس، ومن اللي فاز معنا في سؤال الجمهور. طبعا مشاهدينا الكرام، البرنامج يأتيكم برعاية كريمة من جوهرات فمسلم، الاسم اللامع الذي يستحق الثقة في عالم المجوهرات. كما أيضا مشاهدينا الكرام، كما تعودتم في كل مرة، للمشاركة والاتصال على الرقم الموجود قدامكم على الشاشة 3378 95. وسؤال الجمهور لحلقة يوم أمس كان يقول كالآتي. سؤال الجمهور: أين توجد قرية الجبيل في حضرموت؟ أين توجد قرية الجبيل في حضرموت؟ فالإجابة كانت، الإجابة كانت تقول قرية جبيل في وادي دوعن، تقع في وادي دوعن. أيضا الفائز معنا بسؤال الجمهور لحلقة يوم أمس هو سالم عبد الله حداد. سالم عبد الله حداد، ألف مبروك يا سالم، ربحت الجائزة المقدمة من الراعي الرسمي لهذا البرنامج للسنة الثالثة على التوالي، مجوهرات بامسلم. مجوهرات بامسلم هو الاسم اللامع الذي يستحق الثقة في عالم المجوهرات. مشاهدي الكرام، نستقبل اتصالاتكم على الهاتف الرقم الموجود قدامكم 3378 95. متصل معنا على الخط ونستقبل اتصال ونقول السلام عليكم. ألو، من معي؟ من؟ صلاح. منار أحمد ديان. منار يا منار، سؤال ولا مشاركة؟ سؤال. سؤال، يلا منار، تبغى سؤال؟ سؤالك يا منار ويقول، سؤال منار يقول: ما هي السورة التي بدأت باسم من أسماء الله الحسنى؟ سورة الرحمن. الإجابة صحيحة وشكرا للمشاركة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ومن المتصل التالي معنا على الخط ونقول السلام عليكم. ألو. ألو، أيوة، من معي؟ من؟ الصوت عندك في خشخشة. سينا. سينا حسين اليزيدي. زينة. زينة. أيوة. زينة حسين اليزيدي. يا زينة من وين؟ من الشحر. من وين؟ من الشحر. من الخور. من الخور. أول مرة تشاركي في البرنامج. أيوة. إن شاء الله يكون حظك سعيد اليوم. إن شاء الله. سؤال زينة إيش يقول؟ ما أو في أي ليلة فرضت الصلاة على المسلمين؟ في أي ليلة فرضت الصلاة على المسلمين؟ في إيش من ليلة؟ على المسلمين. نعم، ليلة الإسراء والمعراج أم ليلة القدر أم ليلة عرفة؟ يعني في الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج، ونشوف الإجابة. والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة يا زينة. مشاهدي الكرام، هاتف برنامج قدامكم على الشاشة، كل اللي عليك أنك تحفظ رقم عندك وتتصل تدخل معنا على السحب. ومن المتصل التالي معنا على الخط ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حي وسهلا، من معي؟ نور حمد. نور محمد بن سلمان. أيوة. نور، أطفي صوت التلفزيون شوي. أطفي صوت التلفزيون يا نور. هاي. سؤال يا نور، صح؟ أيوة. يلا سؤال: ما هي السورة التي تنتهي كل آياتها بحرف الدال؟ اختيارات: سورة المسد أم الإخلاص أم الناس؟ الإخلاص. سورة الإخلاص، ونشوف. إجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. مشاهدي الكرام، هاتف البرنامج موجود قدامكم على الشاشة، كل اللي عليكم أنكم تتصلون علينا تدخلون معنا على السحب، ومن منكم في النهاية راح يكون سعيد الحظ ويربح الجوائز المقدمة من مجوهرات بمسلم. كل اللي علي الفائزين اللي في الحلقات السابقة، طبعا اللي فاز في الحلقة السابقة اليوم يتوجه لمجوهرات بمسلم لاستلام الجائزة
من المحل، الفرع الموجود في عمارة باجورش في السوق، في سوق شبان بالضبط. متصل على الخط ونقول السلام عليكم. ألو، أيوة صوتك بعيد. طيب الاسم؟ أم محمد صالح بيعشوت. أم محمد صالح بيعشوت. أم محمد، سؤالك يقول من هما النبيان اللذان شاركا في بناء الكعبة؟ إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة يا محمد. مشاهدي الكرام، هذا في البرنامج عندكم، كل اللي عليكم تتصلون عشان تدخلون معنا على السحب، ومن في النهاية راح يكون الرابح معنا في حلقة اليوم. متصل على الخط ونقول السلام عليكم. السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ مريم سمير بن سويلمين. مريم سمير بن سويلمين، يا مريم من وين؟ مجورة. من المجورة مريم. وسؤال مريم اليوم يقول، سؤالك يا مريم يقول لك ما هي السورة التي ذكر فيها ذو القرنين؟ الكهف. سورة الكهف والإجابة صحيحة، وشكرا للمشاركة. شكرا. مشاهدي الكرام، كل عليكم انكم تتصلوا وتدخلوا معنا على السحب. اليوم راح نحاول نجمع أكبر عدد من المتصلين ونشوف من المتصل التالي معنا ونقول السلام عليكم. ألو، يا حي وسهلا، من معي؟ جود صبري دعكيك. يا جود من وين؟ من الشحر. من وين؟ من الشحر. من المنصورة الجديدة. جود معك مشاركة. ايوه. يلا نسمع المشاركة من جود. يلا يلا نسمع. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وطي صوت التلفزيون. صوت التلفزيون وطو. آمين، صدق الله العظيم. شكرا للمشاركة، شكرا. مشاهدي الكرام، هاتف البرنامج قدامكم، اتصلوا علينا دخلون معنا على السحب. الوقت شوفوه يمر بسرعة، انت بس كل عليك دق واستقبل اتصالك. معنا متصل على الخط ايضا، نقول السلام عليكم. الو، يا حيا وسهلا، من معي؟ صفاء محمد من فيتاح. من وين يا صفاء؟ صفاء من وين؟ من المجرف. جاهز تسمعين السؤال؟ أيوة. يلا، سؤالك يقول يا صفاء، ما هي قبيلة صالح عليه السلام؟ قبيلة صالح، بني قينقاع أم ثمود أم هود؟ نحذف لك هود، يبقى عندك يا أما بني قينقاع أم ثمود. ثمود، بيني بين قاع أم ثمود. ثمود. ما هي القبيلة عندك يا أما بني قينقاع أم ثمود؟ بني قينقاع أم ثمود؟ ثمود. ثمود، يلا ثمود الإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. شكرا للمشاركة، إجابة صحيحة. مشاهدينا الكرام، هاتف البرنامج موجود قدامكم على الشاشة، اتصلوا ودخلوا معنا على السحب. أسئلة بسيطة إن شاء الله تكون عليكم، وإن شاء الله قد مرت، وإذا ما مرت معلومة جديدة تنضاف إلى الذاكرة. ومتصل معنا على الخط ونقول السلام عليكم. يا حيا وسهلا، من معي؟ حنين خالد البين. حنين، سؤال حنين إيش يقول؟ سؤالك يا حنين يقول، ما هي السورة التي سميت باسم نهر؟ السورة التي سميت باسم نهر؟ نعم. الاختيارات؟ الكوثر، الماعون، الطور. الكوثر، الماعون، أو الطور. الطور. احذف لي واحد. احذف لها واحد يا كنترول، والكنترول يحذف لك سورة الماعون. هل هي الكوثر أم الطور؟ الطور. متأكدة؟ قد اسم. اسم الكوثر. ايوه الكوثر، الاجابه صحيحه الكوثر. شكرا للمشاركه. مشاهدينا الكرام، هاتف البرنامج قدامكم، اتصلوا دخلوا معنا على السحب، وفي النهايه واحد او اثنين منكم راح يتم
سحب على أساميهم ويكون فازين معنا بالجوائز المقدمة من مجوهرات بام سلم. متصل على الخط معنا ونقول يا هلا ومرحبا. ألو، سلام عليكم، يا حيا وسهلا، من معي؟ عبد الله محمد بساود. عبد الله محمد بساود، يا عبد الله من وين؟ من شهر سبعة. من الشهداء السبعة. وسؤال ولا مشاركة؟ سؤال، يلا سؤال عبد الله يقول: من أين ينبع نهر النيل؟ حذف إيجابي. احذف لك إجابة، احذف له إجابة، احذف لك الكنترول. السودان. هل من أثيوبيا ولا جنوب أفريقيا؟ جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. شريك كرام، هاتف البرنامج موجود قدامكم على الشاشة، كل اللي عليكم أنكم تتصلون تشاركون معنا، تدخلون معنا على السحب. ومتصل آخر على الخط ونقول السلام عليكم، يا حيا وسهلا، من معي؟ عوض صالح باحضرمي. يا عوض، جاهز تسمع سؤالك؟ يلا سؤال عوض. ايش يقول يا كنترول؟ من هو شاعر الفرس الأكبر؟ الأندلسي. وصوت التلفزيون شوي. الأندلسي أم أبو جهل أم الفردوسي؟ نحذف لك الأولي، يبقى عندك أبو جهل أم الفردوسي. الفردوسي والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، هاتف البرنامج 3 3 7 8 9 5، اتصل وادخل معنا على السحب. ومن المتصل التالي معنا يا ترى؟ السلام عليكم، ألو، يا حيا وسهلا، من معي؟ فاطمة حفيظ بهديلة. فاطمة حفيظ بهديلة، من وين؟ من الشقاق. من الشقاق. وفاطمة سؤالك يقول: ما أصل كلمة بترول؟ هل هي عربية أم لاتينية أم فارسية؟ ساعدك. نحذف لك عربية، تبقى يا إما لاتينية أم فارسية. لاتينية. لاتينية والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. معلومة أنا أول مرة أسمعها وأنا استفدت منها صراحة، فكلمة بترول هي كلمة لاتينية. جميل جدا، حاجة جديدة نضافت للذاكرة. متصل معنا على الخط ونقول السلام عليكم. ألو ألو ألو، يا حيا وسهلا، من معي؟ سالم أمين باصي. سالم أمين باصي، من وين؟ من وين يا سالم؟ من المجرف. من المجرف. سؤال سالم إيش يقول؟ و؟ سؤالك يقول يا سالم، جاهز؟ أوه. أين ولد أبو العلاء المعري؟ و؟ أين ولد أبو العلاء المعري؟ أبو العلاء المعري وين ولد؟ عدو عدو. أين ولد أبو العلاء المعري؟ اختيارات. القاهرة، دمشق، معرة النعمان. عدو. القاهرة. احذف لي طيب إجابة كنترول عشان نساعده. القاهرة أم معرة أو معرة النعمان؟ معرة النعمان. معرف النعمان. معرة النعمان والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، رقم هاتف البرنامج موجود قدامكم على الشاشة، فاغتنموا الفرصة ودقوا علينا عشان تدخلوا معنا على الساحة 3 دقائق قبل انتهاء الفاصل الأول. وشوف من المتصل على الخط. السلام عليكم، يا حيا وسهلا، من معي؟ صالح عبد الله با حضرمي. صالح عبد الله با حضرمي، يا صالح من وين؟ من الشقاق. من الشقاق. يا صالح، في كم تدرس؟ أولى. في أولى. معك مشاركة يا صالح.
يلا هات المشاركة. يلا يلا جيب صورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شكرا شكرا للمشاركة، شكرا يا صالح. ومن متصل إلى متصل آخر، ومن يترى المتصل التالي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ فاطمة على أبو ليل. فاطمة وتصوت التلفزيون وسمعينا من الجوال. فاطمة على أبو ليل، وسؤال فاطمة يقول: من هو أول من فاز بجائزة نوبل؟ اختيارات: فيلها أو فيل هيل رونتجن. يا أخي أسامي صعبة يا جماعة الخير، إنجليزي أنا شوية كده نص بنص. اللي بعده يلا حذف لي إجابة. طيب سؤال 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 ثاني عشان الإنجليزي اللي مع بوبي غربقونا والله. كان الانجليزي يكتب اسامي بالانجليزي يا كنترول. كم نجمة موجودة في العلم الامريكي؟ 45 46 50 نجمة. حذف لي اجابة. نحذف لك 46، يبقى معك 45 او 50 نجمة. 50 نجمة. 50 نجمة والاجابة صحيحة، وشكرا للمشاركة. وبشهد لك يا رب، نطلع فاصل وبعد نرجع نكمل ونواصل. فيه أشياء في الدنيا ما تتغير، ثابتة، صالحة لكل زمان ومكان، لأنها مش مجرد أشياء، لها معانا ذكريات كانت موجودة في أحلى أوقاتنا أو استمرت معانا سنين، نلبسها نحن ويلبسونها عيالنا. مجوهرات بام سلم تتألق معاكم من 60 عام، تعرفونها من زمان. مجوهرات بام سلم، أكثر من ذهب. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام لنكمل حلقتنا لهذا اليوم. رقم هاتف البرنامج موجود قدامكم على الشاشة 3378 95، ومن المتصل التالي الذي ينطق في حلقة اليوم؟ السلام عليكم. يا حيا وسهلا، من معي؟ صلاح عبد الله. مساح يا صلاح، بصوت التلفزيون سمعنا من التلفون. صلاح عبد الله مساوى، ريض له اسمك. صلاح عبد الله مساوى اسمك. ايوه. سؤال صلاح ايش يقول؟ سؤالك يا صلاح يقول: ما الدولة التي فازت بأكبر عدد من بطولات كأس العالم؟ البرازيل. البرازيل والإجابة صحيحة، وشكرا للمشاركة. أصحاب السامبا البرازيلية نيمار، مارسيلو والجماعة الآخرين من أفضل اللعاب، كلهم لعبهم حلو كذا، مراوغات يسار، يعني أحسن من اللي مع الباقيين دي اللي شلوا كأس العالم آخر مرة يعني. ما المتصل التالي معنا على الخط ونقول السلام عليكم. يا حيا وسهلا، من معي؟ مروة ومدريقان. سؤال مروة يقول ايش يا كنترول؟ سؤالك يا مروة يقول: اين يقع مقر الاتحاد العالمي للتايكوندو؟ او ماي جاد. في كوريا الجنوبية ام كوريا الشمالية؟ صراحة كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية والاجابة صحيحة، وشكرا للمشاركة. يا سلام على لعبة التايكوندو، من أفضل الألعاب اللي لعبتها بعد كرة القدم. نا دول سي ني تاس ياس أولجم جودل عاهب بيول، هذا من 1 من 10 الأرقام باللهجة الكورية، بالذات أصحاب كوريا الجنوبية. لما نتمرن في النادي دائما يعلمونا إياها. لما تعد ما تعد من 1 من 10 كذا، 1 2 3 لا نا دول سي ني تاس ياس أولجم جودل عاهب بيول،
مناح مع عشرة. طبعا برضه في ركلات كذا قتاليه ايش يسمونه تلتشقى وما الى ذلك. متصل معنا على الخط يقاطع نحن. السلام عليكم. يا حيا وسهلا، من معي؟ ايوه من معي؟ يا زينة ما تصوت التلفزيون، سمعينا من التلفون. زينب فهد غداف سؤال. زينب ايش يقول؟ زينب سؤالك يقول لا اله الا الله، في اي بلد يقع جبل كليمنجارو؟ في تنزانيا ام غانا ام كينيا؟ احذف لي اجابه. احذف لها اجابه يا كنترول ويحذف لك الكنترول كينيا. يبقى عندك تنزانيا ام غانا. تنزانيا والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. هذا السؤال قد مر علي في إحدى البرامج الميدانية لأحد المقدمين، وسوى السؤال المقدم حق السؤال في ماليزيا والإجابة في حضرموت. من المتصل التالي معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ فاطمة لطفي. بسؤال مين؟ فاطمة لطفي. سؤال فاطمة يقول، سؤالك يا فاطمة يقول، في أي قارة تقع مملكة بوتان ومن اسمها آسيا؟ شكرا للمشاركة. هذا بوتان لما يلعبون المنتخب اليمني ما يخرون إلا أقل شيء عشرات، يعني قدها مرة دي مع التخفيضات 12 كل يوم يغلبونهم اليمن. ما داري هل هو يعني مستواهم من ذي الدرجة، بس يعني ما يصنعون سياكل اسمه بوتان برضو. نشوف من معنا المتصل الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ ألو، فاطمة محمد بن سلمان. يا فاطمة وطي صوت التلفزيون. فاطمة محمد بن سلمان سؤالك يقول، ما القارة التي لديها أكبر عدد من البلدان؟ أوروبا. نحذفها، لا تستعيلين. إفريقيا. إفريقيا والإجابة صحيحة، وشكرا للمشاركة. إفريقيا هي القارة التي لديها عدد كثير من البلدان، حكم أنه يعني تحصل بلاد كم الحافة حقتنا، بس قدها يعني محسوبة بلاد في خريطة وأساميهم صعبة صراحة. مره كان بابا سافر لافريقيا بعدين ريعونا من المطار، قال انت يمني ريالي، بس والله مسكين واد بيواز حق. يعني حتى في افريقيا مطرود. نشوف من المتصل التالي معنا. السلام عليكم. الو. يا حيا وسهلا، من معي؟ خديجه عبد الله مساوى. من؟ خديجه عبد الله مساوى. يا خديجه من وين؟ من المجورة. يلا سؤال ولا مشاركة؟ سؤال. يا جماعة الخير بتغربقونها، خلوها تجيب مشاركة. مشاركة مشاركة. سؤال. يلا سؤال سؤال يلا. ما هي الدولة التي يطلق عليها اسم بلد الألف بحيرة؟ احذف لي احذف لي السؤال. يلا معي سؤال هي. الناس في البلدة يروحون البحر عشان ما وه يتغسلون. إجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. شكرا. وشاهدي الكرام، هاتف البرنامج قدامكم، اتصلون دخلون معنا على السحب فاغتنموا الفرصة. اليوم بغينا بقدر الإمكان ان احنا نجمع اكثر عدد من المتصلين. المتصل التالي معنا على الخط ومن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ حبيبة أحمد بن دحمان. حبيبة أحمد بن دحمان. وحبيبة سؤالك يقول، ما هي الدولة التي يطلق عليها اسم بلد الألف جزيرة؟ الألف بحيرة، معليش، بلد الألف بحيرة. النرويج. النرويج نحذفها لك، تبقى معك يا اما سويسرا او
فنلندا. فنلندا. سويسرا. فنلندا. فنلندا. إجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. مشاهدين كرام، هاتف برنامج قدامكم على الشاشة 3 7 8 9 5، ومن المتصل التالي معنا على الخط، ونقول السلام عليكم. يا حيا وسهلا، من معي؟ عائشة عبد الله مقيطوف. عائشة عبد الله مقيطوف، يا عائشة سؤالك يقول: أين يقع أطول طريق مستقيم في العالم بدون أي منعطفات؟ طريق بيت سيدة بس. أطول طريق في العالم. هي بلاد عربية. السعودية. السعودية والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. ومن المتصل التالي الذي ينتظرنا على الخط؟ السلام عليكم. ألو؟ أيوة، من معي؟ صوتك واطي. طائفة فرج بن جوهر. طائفة، وسؤالك يقول يا طائفة: كم عين تمتلك الذبابة؟ احذف لها إجابة. عندك يا أما 3 عيون أو 5 عيون. أكثر عدد، أكبر عدد. 5. 5 والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، هذا البرنامج موجود قدامكم على الشاشة 3 3 7 8 9 5، متصل على الخط. السلام عليكم. يا حيا وسهلا، من معي؟ خديجة هاني. حضرمي. خديجة هاني، سؤال خديجة ايش يقول؟ سؤالك يا خديجة يقول: في اي بلد يعيش الفيل الابيض؟ في الهند. في الهند، اذا كان صح لك صح، واذا كان خطأ نحذف له الهند. عندك يا اما تايلاند او ماليزيا. ماليزيا. ماليزيا متأكدة؟ وهدى. تايلاند، إجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، هاتف البرنامج موجود قدامكم على شاشة 3 3 7 8 9 5، متصل آخر معنا على الخط، ونستقبل اتصال ونقول السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ أم أحمد محمد فتاح. أم أحمد محمد فتاح، يا أم أحمد سؤالك يقول، أم أحمد سؤاله يقول: الكلب يتعرق من أي جزء من جسده؟ من الذيل أو الأذنين أو الكفوف؟ من الكفوف أو الذيل؟ من الكفوف، والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. معلومة غريبة أول مرة أسمعها. جميل، اليوم الحلقة فيها استفادة كثيرة. نشوف من المتصل التالي معنا ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا سهلة، من معي؟ شهد لطفي بن سويمين. شهد لطفي بن سويمين، شهد سؤالك يقول: إلى أي مدى يمكن أن يشم الذئب فريسته؟ ميل واحد أم 2 ميل؟ 2 ميل، والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، هاتف البرنامج قدامكم، اتصلوا على دخلوا معنا على السحب، ومن يا ترى اليوم اللي راح يكون سعيد الحظ معنا في هذه الحلقة؟ متصل معنا، السلام عليكم. عليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ ألو. ألو. أيوة، من معي؟ صفية هاني صياد. صفية هاني صياد. صفية. فتحية. فتحية. فتحية هاني صياد، يا فتحية سؤال ولا مشاركة؟ سؤال. سؤال، يلا سؤال فتحية يقول: ما هو لون لسان الزرافة؟ اختيارات: أبيض أم أرجواني؟ نوعا ما أرجواني. أرجواني، مزرق كذا، إجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. شكرا يا فتحية.
مشاهدينا الكرام، هاتف البرنامج موجود قدامكم على الشاشه، اتصلوا عليه ودخلوا معنا على السحب. ومن اليوم المتصل اللي راح يكون سعيد الحظ ويربح الجوائز المقدمه من مجوهرات بامسلم؟ متصل على الخط ونقول السلام عليكم. ألو. يا حي وسهلا، من معي؟ فوزية. من؟ محمود. محمود من؟ محفوظ. فوزية محمود محفوظ. محفوظ من وين يا فوزية؟ من الشحر. من الشحر يا من الشرقية. يلا سؤال ولا مشاركة يا فوزية؟ مشاركة. يلا نسمع مشاركة حق فوزية. يلا يلا. يا رمضان بحبك يا نصية، يا رمضان بحبك يا شغية، فيك يا تنزل آية تنشي في الجنة. يلا زين زين نشوف ده حاجتك. يلا كملي. آيات الكرة. يا رمضان بحبك يا شهر يا رمضان بحبك يا شهر الغيام. شكرا للمشاركة، دخلتي معنا على السحب، شكرا. مشاهدينا الكرام، هذا البرنامج قدامكم على الشاشة، متصل أخير بعد الفاصل نكمل الحلقة. شوف من المتصل. السلام عليكم. ألو. ألو. يا حيا وسهلا، من معي؟ ألو. أيوة من معي؟ عمر خالد بن عبيدون. عمر خالد بن عبيدون، يا عمر من وين؟ من الشحر. من وين؟ من الشحر. بن جوبان. بن جوبان. وعمر سؤال يقول: ما هو الحيوان الذي يتميز بوجود الخطوط على جلده وكذلك على فرائه؟ النمر. النمر، والإجابة للأسف صحيحة. شكرا للمشاركة. شكرا للمشاركة. الكرام، فاصل قصير وبعده نرجع نكمل ونواصل. فيه أشياء في الدنيا ما تتغير، ثابتة، صالحة لكل زمان ومكان، لأنها مش مجرد أشياء، لها معانا ذكريات كانت موجودة في أحلى أوقاتنا أو استمرت معانا سنين، نلبسها نحن ويلبسونها عيالنا. مجوهرات بامسلم تتألق معاكم من 60 عام، تعرفونها من زمان. مجوهرات بامسلم أكثر من ذهب. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل لنكمل حلقتنا هذا اليوم، متبقي فقط ما يقارب الربع ساعة، فاغتنموا الفرصة في هذه الدقائق، اتصلوا علينا دخلوا معنا على السحب. ومن المتصل الذي ينتظرنا على الخط ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ نور خالد مصطفى. يا نور، سمعينا من الجوال ووطي صوت التلفزيون. طيب. نور سؤالك يقول، نور سؤاله يقول يا كنترول: ما هي عاصمة اليابان؟ اليابان ايش عاصمتها؟ احذف لي واحد. احذف لها واحد يا كنترول. هل بانكوك ام طوكيو؟ طوكيو. طوكيو والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. طوكي هي عاصمة اليابان. متصل آخر ينتظرنا على الخط ونقول السلام عليكم. على تسلان. يا حي وسهلا، من معي؟ أريام. يا سلمى. أريام. يا أريام، مشاركة أو سؤال؟ مشاركة. مشاركة أريام، يلا نسمع مشاركة أريام. صغيات عاشي قيضان بغطو يبول بيضا. الصغير تعرف القيضة بغطو يبول بيضة. الصغير وين يلس؟ في الغيضة. الصغير يروح القيضة يلقاه في الغيضة.
عادة موسم ماشي موسم حوض. اي بيضة. الصغير قاعد في الضيقة. المعطو يبولة بيضة. الصغير قاعد في الرقاد. دارتو ما يبولة قاد. الصغير كملي. قاعد في الرقاد. ايوه. دارتو ما حتولة قيادة. هاتولو خير. شكرا شكرا للمشاركة. شكرا ربي يحفظك ان شاء الله. مشاهدين كرام هاتف البرنامج قدامكم على الشاشة. ايوه خلوا استقلوا اتصلوا نضحك معهم والله حلوين اتصالات ومشاركات الاطفال. وايضا انتم الكبار اتصلوا وحي قعوه قال بيو يتصل شبابي هات لا اسمك عادي يدخل في الجو. شوف من المتصل الثاني معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حيا وسهلا. من معي؟ فجر احمد زنبين. من؟ فجر احمد زنبين. فجر يا فجر. سؤال فجر يقول فجر سؤالك يقول ما اسم الطائر الذي يستطيع ان يميز اللون الازرق عن بقية الالوان؟ الطائر يميز اللون الازرق عن بقية الالوان. عن بقية الالوان. واختيارات. البومة الصقر الحمامة. البومة الصقر او الحمامة. البومة. البومة. والاجابة للأسف اجابة صحيحة. شكرا للمشاركة. شكرا يا فجر. مشاهدينا الكرام متصل اخر ينتظرنا على الخط ونقول السلام عليكم. يا حيا وسهلا. من معي؟ ام فاطمة سالم. ام فاطمة سالم. سير سير. ايوه اعطينا. طيب والد فاطمة. فاطمة على سير. أم فاطمة علاء ساس. يا أم فاطمة سؤالك يقول أيوة. ما اسم الغزوة التي تسمى بغزوة الأوطاس؟ حاذف إجابة. احذف لها إجابة يا كنترول. حذف لك اليرموك. عندك يا أما حنين أو خيبر. مساعدة. مساعدة يا كنترول. احذف لها الثاني. احذف لها الثاني. يلا ايش بتقع الاجابه؟ حنين. حنين والاجابه صحيحه. شكرا للمشاركه. حنين هي الغزوه التي تسمى بالاوطاس. متصل اخر على الخط ونقول السلام عليكم. الو الو. للاسف فقدنا الاتصال. مشاهدي الكرام هاتف برنامج قدامكم على شاشة 3-7-8-9-5 ولما تتصلون ويدوق عندكم الخط وطوا صوت التلفزيون لو سمحتم. متصل على الخط. السلام عليكم. ألو ألو. يا حيا وسهلا. من معي؟ دعاء عبود الدقيل. من؟ دعاء عبود الدقيل. دعاء سؤالك يقول سمعينا واضح يا دعاء؟ أيوة. ما اسم اللون الذي لا تستطيع النحلة رؤيته؟ خيارات. الأحمر أم الأبيض أم الأخضر؟ عدني. نحذف لك الأخضر. يبقى عندك الأبيض أم الأحمر؟ الأحمر. الأبيض أم الأحمر؟ الأبيض. الأبيض وال إجابة صحيحة. شكرا للمشاركة. ومشاهدي الكرام الوقت يمر بسرعة متبقي ما يقارب 8 دقائق فاغتنموا الفرصة في الثمان. شوف من المتصل اللي معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ ريم سعيد فتاح. ريم سؤالك يقول جاهزة تسمعينه. ما هي كنية الصحابي سعد بن أبي وقاص؟ أبا عمر أبا طالب أبا إسحاق؟ أبا عمر. أبا عمر والإجابة يا أبا عمر إجابة. طيب أعطيها صح ولا خطأ؟ نحذف لك أبا عمر. يلا عندك يا أما أبا طالب أو أبا إسحاق وهو واضح من بينهم. أبا إسحاق. أبا إسحاق والإجابة صحيحة. شكرا للمشاركة. مشاهدي الكرام هاتف برنامج قدامكم على الشاشة 3-3-7-8-9-5 ومن المتصل التالي معنا على الخط ونقول السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا ومرحبا. من معي؟ فاطمة سالمين بمحسون. فاطمة سالمين بمحسون. سؤالك يا فاطمة يقول أين توجد حاسة الشم عند الثعبان؟ في
في اللسان والإجابة صحيحة. شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، هاتف البرنامج موجود قدامكم على الشاشة، اغتنموا الفرصة والدقائق تمر بسرعة. ومن المتصل التالي معنا على الخط ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ شهد سعيد عاشور. شهد سعيد عاشور، من وين يا شهد؟ شهد من الشحر. من وين؟ من الشحر. منصورة الجديدة. منصورة الجديدة. وشهد سؤال ولا مشاركة؟ بغيتي سؤال ولا مشاركة يا شهد؟ سؤال. سؤال، يلا سؤال شهد. ايش يقول؟ ما هو الحيوان الذي يموت اذا فتحت او اذا فتح فمه لاكثر من دقيقة؟ ما يقدر يتنفس وفمه مفتوح. خيارات. الضفدع ام الضفدع؟ يلا الضفدع ولا الضفدع؟ الضفدع. الضفدع والإجابة صحيحة. شكرا للمشاركة. مشاهدين كرام، هذا البرنامج موجود قدامكم على الشاشة 3 3 7 8 9 5. ومن اليوم اللي راح يكون سعيد الحظ بالجوائز المقدمة من مجوهرات بمسلم، الاسم اللامع الذي يستحق الثقة في عالم المجوهرات. واتصل على الخط. السلام عليكم. ألو. يا حيا وسهلا، من معي؟ من اسمك؟ ألو. أيوة. ألو. من اسمك من؟ عيشة خال جنبين. عيوشة، يا عيوشة، سؤال ولا مشاركة؟ معك سؤال ولا مشاركة؟ معش سؤال ولا معش مشاركة نشودة؟ لابد مشاركة. يلا هات المشاركة. حان اللقاء، رمضان جاء، نعم النعم تلك الرجاء، الله وكرماتي وأدري سني أضيع، ملأ القلوب بحبي بخيري ملأ الحياة، حان اللقاء رمضان جاء. شكرا، شكرا للمشاركة. شكرا شكرا. مشاهدي الكرام، هاتف البرنامج قدامكم على الشاشة، دقائق معدودة وينتهي هذا البرنامج، 3 إلى 2.5 دقيقة وينتهي البرنامج. متصل معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم؟ حنان سالم عبدون. حنان سالم عبدون، يا حنان ألف مبروك، دخلتي معنا على الساحب. شكرا للمشاركة يا حنان. مشاهدين الكرام، هاتف برنامج قدامكم، من المتصل تالي معنا عشان نكثر متصلين؟ نشيل الاسم الآن بس. السلام عليكم. ألو. أيوة، من اسمك؟ ألو. أيوة أيوة، من الاسم؟ أنا عبد الرحمن حسني جنبين. عبد الرحمن من؟ حسني جنبين. عبد الرحمن حسني جنبين، يا عبد الرحمن ألف مبروك، دخلت معنا على السحب. شكرا يا عبد الرحمن. مشاهدين الكرام، هاتف برنامج موجود قدامكم على الشاشة، 3 3 7 8 9 5. ومن المتصل تالي معنا على الخط ونقول السلام عليكم. وللأسف لا يوجد هناك متصل أو انقطع الخط. متصل آخر على الخط. السلام عليكم. ألو. يا حيا وسهلا، من معي؟ أحمد محمد بساود. أحمد محمد بساود، ألف مبروك يا أحمد، شكرا للمشاركة، دخلت معنا على السحب. مشاهدين كرام، من المتصل التالي معنا على الخط، نستقبل اتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ جنى لطفي بحبارة. من؟ جنى لطفي بحبارة. جنى لطفي بحبارة، ألف مبروك يا جنى، دخلتي معنا على السحب. شكرا يا جنى. مشاهدين كرام، هاتف البرنامج بس بقي دقيقة ونصف، منشوف من المتصل التالي معنا ونقول السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم؟ صفاء دريقان. صفاء عمر دريقان، ألف مبروك، دخلتي معنا على السحب يا صفاء، شكرا للمشاركة. مشاهدين الكرام، من المتصل التالي؟ متبقي دقيقة، استقبل اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم؟ فاطمة صادق بجبير. فاطمة صادق بجبير، ألف مبروك يا فاطمة، دخلتي معنا على السحب. شكرا شكرا. ومن المتصل التالي معنا على الخط، استقبل اتصال. السلام عليكم. الاسم؟ الاسم؟ عشان الوقت شوف انا بقف الخط. ام يوسف. ام يوسف من؟ كملي. لطفي بن سلمين. ام يوسف لطفي بن سلمين، الف مبروك يا ام يوسف، دخلتي معنا على السحب. ام يوسف لطفي بن سلمين، متصل اخير وبعده نطلع فاصل ختامي. من هذا المتصل؟ سعد الحظ، استقبل اتصال. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام. من معي المتصل؟ فاطمة من برمدان. فاطمة من؟ برمدان. اسم الوالد؟ هاني. فاطمة هاني برمدان، وشكرا يا فاطمة دخلتي معنا على السحب، شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، فاصل وبعده راح يتم إعلان الفائز، يمكن تكون أنت ويمكن تكوني أنت. حظ سعيد لمن في هذه الحلقة. نطلع فاصل. فيه أشياء في الدنيا ما تتغير، ثابتة، صالحة لكل زمان ومكان، لأنها مش مجرد أشياء، لها معانا ذكريات كانت موجودة في أحلى أوقاتنا أو استمرت معانا سنين، نلبسها نحن ويلبسونها عيالنا. مجوهرات بام سلم تتألق معاكم من 60 عام، تعرفونها من زمان. مجوهرات بام سلم، أكثر من ذهب. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام لكي نعلن عن أسماء الفائزين في هذه الحلقة، ومن يا ترى الأسماء التي ستكون هي ساعية الحظ في هذه الحلقة؟ أول متصل معنا في هذه الحلقة راح يكون الرابح. المتصل الأول سعيد حظ، سعيد حظ، ولأول مرة يفوز معنا في البرنامج من المواسم الثلاث كلها. اسمه عبد الرحمن حسني جنبين. عبد الرحمن حسني جنبين، ألف مبروك يا عبد الرحمن، ألف مبروك يا عبد الرحمن، فزت معنا بجائزة مقدمة من مجوهرات بام سلم. نشوف من المتصل الذي راح يكون الرابح بالجائزة الثانية المقدمة من مجوهرات بام سلم. المتصل الثاني هو، خلينا نحط الأوراق هنا عشان نفتح الورقة مع بعض ونعلن الاسم مع بعض. من هو سعيد أو سعيدة الحظ؟ شاركت لأول مرة وهي سعيدة حظ اليوم، ألف مبروك يا فاطمة هاني بالرمدان، ألف مبروك يا فاطمة هاني بالرمدان، مبروك يا فاطمة، ومبروك يا عبد الرحمن، مبروك يا آل بالرمدان، مبروك يا آل جنبين. مشاهدينا الكرام، الآن راح يتم إعلان سؤال الجمهور، من يستطيع الإجابة عنه ومن يقدر يجاوب عليه؟ سؤال الجمهور ايش هو يا هشام؟ كنترول اعطيهم سؤال جمهور. اين تقع منطقة منعر؟ وين تقع منطقة منعر؟ نعم، منطقة منعر تقع داخل اليمن. ما حد كده مع بقدر نقرب لكم. وين تقع منطقة منعر بالتحديد؟ في اي محافظة؟ وين؟ نشوف من يستطيع الاجابة على هذا السؤال على الرقم التالي 7825-07-43-2، 7825-07-43-2. أرسلوا الإجابات على هذا الرقم. أين تقع منطقة منعر؟ منعر تقع داخل اليمن، بس وين؟ دور لها. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، طبتم وطاب مساءكم في أمان الله وحفظه. كان معكم أخيكم هشام العماني من برنامج شهر الغفران.